ليش الايفون يمكن يصير اغلى، وايضا لو تكلمت على الايربودز الجديده، وما انسى التهكير اللي من خلاله تقدر تفك اي بصمه جوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول في أول في التقنية والعلوم. أبدأها بالخبر الأول، ونعم في تسريبات شبه تؤكد أن الآيفون القادم يمكن يجي بفاتورة أعلى ب $400، يعني حوالي 1600 ريال. ولكن ليش هذا الشيء يمكن يصير؟ بحكم أحد الأخبار اللي طلعت لكم إياها الأسبوع الماضي عن الـ 5G وتبني الـ 5G في آيفونات عام 2020. وضع تقنية الـ 5G في الآيفونات يعني تغييرات داخلية أو إضافات داخلية، أحدها حسب التسريبات حجم 35% أكبر في الشريحة الأم، وأيضا تعتبر الشريحة الأم ثالث أغلى قطعة داخلية موجودة في نفس الآيفون. فهذا الأمر يعني أن ارتفاع السعر مرتبط بالـ 5G، وإذا بالفعل آيفونات عام 2020 فيها تقنية الـ 5G والثلاث موديلات أخت الموديلات اللي شفناها السنة هذه، هذا يعني أن الجوالات حتكون بأغلب $400. فتخيلوا لو تحتاج أنت تدفع $2000 عشان تحصل على الآيفون 12 برو ماكس نسخة الـ 5G، لا الوضع حيكون صعب مرة. سألتكم الحلقة الماضية إذا أنتوا شركة صغيرة أو كبيرة فعندكم تطبيق، هذا التطبيق ودكم تخزنوا قاعدة البيانات حقته، أو حتى موقع ودكم تخزنوا قاعدة البيانات، أو حتى لعبة، فأكثركم قال تتخزن في سيرفر داخلي، حوالي 61% حسب الاستفتاء اللي أنتوا شايفينه قدامكم، وأكثر من 30% قال لا 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 نحطه على السحابة. الأمر هنا في شبهات، ولكن خليني أعطيكم الحل الصحيح لهذا الأمر. فالحل الأكيد هو السحابة لعدة أسباب. أولا السيرفر المحلي حيكون مكلف ومتعب في صيانته، وراح تضطر تحثه من وقت إلى آخر بحسب التغير والسكيلابيليتي اللي موجود عندك، زيادة أو نقص البيانات. لكن السحابة حتعطيك مساحة مرنة أنت تدفع حسب استخدامك لها، فلو صار ضغط كبير على الخدمة اللي تقدمها تلقائيا السحابة حتوفر لك مساحة أكبر وبسرعات إنترنت ثابتة تحاسب كباندويث مو كسرعة. ولا تخاف انك تدفع اكثر من اللي انت تحتاجه، لانه تقدر تطلب تقرير استخدام مفصل يوضح لك كل بت وين راح. كمان حيروح من بالك انك تشيل هم صيانة وادارة قاعدة البيانات هذه كلها، وكمان لا تنسى الامان العالي اللي موجود. وبالتأكيد انا قاعد اتكلم على خدمة توفرها STC الاعمال قاعدين يوفروا هذه الخدمة. عندك انت موجودة سيرفرات في بلدك وعندك امان جدا عالي، وايضا تقدر دائما في كل لحظة وكل وقت تعرف تفاصيل الاستخدام وترفع وتنزل الخدمة، فأنت تتوسع بأعمالك على حسب قدرتك. وبعطيكم أيضا رابط في كامل التفاصيل في وصف هذه الحلقة. وأرجع الحين لشركة أبل، ولو تكلمت عن الأرباح اللي أنا ذكرتها الحلقة الماضية في الأخبار، فنعم أرباحهم تاريخية، ما قد جابوا بربع سنة هذا الشيء اللي جابوه من أرباح. ولكن لازم أوضح أنه أرباحهم تعتمد بشكل أكبر على الملبوسات، بالذات لو تكلمت على الساعات الذكية وأيضا الايربودز والخدمات. فالايفونات لثالث ربع على التوالي تنزل في نسبة الارباح اللي هي قاعدة تدرها لنفس شركة ابل. فهذا الامر يأكد لنا انه صانعين الجوال ومع التشبع الضخم اللي قاعد يصير في الاجهزة الذكية اكيد قاعدين يلتفتوا للخدمات، والخدمات يمكن تكون مصدر الدخل العالي لهم من الحين ورايح. وعلى سيرة الملبوسات، ترى من ضمنها الايربودز، وتأكيد مرة ثانية الايربودز حسب كلام ابل هي متوفرة بنسختين، الايربودز نسخة 2019 هذا الجيل الثاني اللي فيه الشحن اللاسلكي للعلبة، وأيضا الايربودز برو اللي تعطيك إمكانيات مختلفة، وفي فيديو حاليا موجود على القناة في كامل التفاصيل حقة الايربودز، حط لكم الرابط برضو في وصف الحلقة. عودة أيضا لأحد براءات شركة أبل واللي حدثتها عشان يمكن أبل قاعدة تفكر بالجوال اللي ينطوي من نفس الشركة. فتخيلوا لو جتنا شاشة من أبل أو جوال من أبل في شاشة تنطوي. هنا لازم أذكر لو رجعنا بالتاريخ لعام 2011، عام 2011 في أحد الشركات استحدثت شيء في قطاع الجوالات، هذا الأمر خلى ربكة في مجال الجوالات وخلى الكثير من الناس يقولوا إحنا ما نحتاج أصلاً شيء زي كذا. وحالياً اللي صار إنه أكثر الشركات تابعت نفس الرتم والابتكار اللي طلعته هذه الشركة عام 2011. أنا قاعد أتكلم عن النوت وإصداره في عام 2011، وكان أول جوال يحمل الشاشة الكبيرة هذه كلها وكثير من الناس عرضوها. فالحين نجي للمعارضة الثانية اللي قاعدة تصير من بعض الأفراد، لما نتكلم على أو بلا صح من بعض الشركات، لأنه قاعدين نتكلم على الشاشة اللي تنطوي. يمكن بالفعل سامسونج استحدثت المجال حق الهواتف من جديد، ولما طلعت الشاشة الكبيرة في النوت لأول مرة وكثير من الشركات قال ما أنت بحاجة كل هذه الشاشة، والحين تابعوا كلهم حجم شاشات بهذا الحجم، يمكن بالفعل سامسونج هي اللي قاعدة تطلعنا للمستقبل، وحنشوف كل الشركات
تروح للشاشات اللي تنطوي، فهنا يمكن ابتكار حلو. فانتوا ايش رايكم، هل سامسونج قاعده تقود المستقبل ولا لا بالشاشات اللي تنطوي؟ وهنا لازم اذكر انه نعم تشويقيه جدا جديه موجوده من موتورولا، وجوالهم الرازر اللي ينطوي بالفعل في تشويق، ولكن لو شفت الهنجات اللي موجوده او الحواف اللي موجوده في الطاويه ما اذكركم بحاجه، اذكركم بنفس السامسونج فولد ما ادري. والحين انتقل لهواوي والميت باد برو. ميت باد برو يمكن يكون نسخة من احد التابلتات اللي موجودة في السوق اللي عرفناها بالعتاد القوي اللي هي الايباد برو من شركة ابل. شوف بصراحة يعني صار الوضع بالنسبة لي مسلي، انه شركة تسوي شيء او جهاز شبه جهاز من شركة ثانية، الامر مسلي. اوكي، المسألة فيها اشوف دهاء، واشوف ايضا في المسألة فيها لف ودوران. دهاء لانهم جابوا شيء وضح انه قابل للبيع عند الناس والناس متقبلينه. لف ودوران ما صرفوا كثير على ابحاث والتطوير من ناحيه الديزاين لانه اخذوا شيء موجود في السوق بس، ولكن حيبيع حيبيع. الايباد برو يبيع يبيع، كل الاجهزه والاشياء تبيع. نعم سبحان الله بالفعل صرنا في عالم استهلاكي بحت، ولكن يظل هذا العالم قاعد يساند خروج كثير من الاجهزه اللي قاعده تشبع السوق، بس برضو قاعدة تعطينا تقنيات كثيرة يا جماعة، صح ولا لا؟ الحين انتقل للبصمة وتهكير البصمة، الشيء اللي صار في أحد المؤتمرات في شنغهاي في نفس الصين. هذا المؤتمر في العادة يجمعوا الهاكرز وقعدوا يطلعوا أفضل ما عندهم من إمكانيات والأشياء اللي هم يحاولوا يثبتوها. فأحد الجلسات اللي كانت موجودة كان في مجموعة من الهاكرز على نفس المنصة، طلبوا من واحد من الحضور أنهم يتبرع بأنهم يكسروا بصمته اللي موجودة على جهازه. بكل بساطة جابوا له لوح زجاجي، حط بصمته على هذا اللوح الزجاجي، أخذوا أحد الجوالات، جوالات من عندهم، صوروا هذا اللوح الزجاجي، الجوال محطوط عليه تطبيق هم طوروا وما أفصحوا عن هذا التطبيق. هذا التطبيق من خلاله قدروا يطبعوا أحد الأصابع ونفس الفينجر برينت، يطبعوا نفس بصمة الإصبع، ما أفصحوا عن الطباعة اللي تمت وما وروها للجمهور، ولكن قدروا يتمموا الأمر 3 مرات مع ناس مختلفين من الجمهور، وكل مرة قدروا يكركوا نفس البصمة حقت الجوال. فهم يقولوا أي آيفون 8 وتحت، أي أندرويد عليه بصمة، هذا الأمر جدا سهل نقدر نسويه. هل يحتاج نخاف؟ ابدا، لانه انت تحتاج اصلا ناس محترفين بشكل جدا كبير لتمكين هذا الامر، وايضا التقنيات اللي استخدموها في المسح وفي الطباعه والتطبيق، هذه الامور ما هي متوافره بشكل كامل في الاسواق. وايضا وش المعلومات العظيمه الخرافيه اللي انت موجوده عندك في جهازك، وانا وانت وانت وكلنا نحاول نخفيها. هنا الامر يعني خصوصيتك الفرديه، انت قاعد تحمي الخصوصيه من اللي حولك من المجتمع، ولكن لما الامر يصير اكبر من كذا أتخلي الناس اللي عندهم الأشياء المهمة هم اللي يخافوا على معلوماتهم. أما من ناحيتنا بالعكس، التقنية تفيدنا أكثر ما تضرنا. وحنرجع للCES اللي هو بداية العام القادم بإذن واحد أحد، وتعودنا في مؤتمر CES اللي يصير في لاس فيغاس إنه تجي شركة إنتل وتعلن عن جديدها من المعالجات. فالمتوقع في عام 2020 وبداية السنة تعلن إنتل عن معالجات 10 نانومتر المخصصة للديسكتوبات. الحين الرتم اللي قاعد يصير والخطة اللي أنتم شايفينها أمامكم الحين على الشاشة، هذه الخطة السنوية لأحجام النانومتر والمعالجات اللي تطلع من نفس انتل. بعدها بيكون معالجات 7 نانومتر. وللتوضيح ايضا يا جماعة، ترى تختلف معالجات 10 نانومتر اللي موجودة للديسكتوبات وقدراتها وامكانياتها عن معالجات 10 نانومتر اللي موجودة في نفس الجوالات. يختلف الامرين والاداء والكفاءة تختلف. لو عندك شاشة LG من الموديلات اللي موجودة عندكم على الشاشة، اعرف انه خاصية الجي سينك بتجيك مع تحديث وليس مع قطع داخلية. هذا التحديث بيكون بالتعاون مع انفيديا، وملاحظين ان الشاشات الذكية قاعدة تحمل كثير من الاشياء الايجابية. وايضا لازم هنا اذكر انه الشاشات الذكية اللي مدعومة من خدمة الابل تي في بلس هي ايضا اللي تشوفوها انتم امامكم على الشاشة. هذه الشاشات حيكون فيها التطبيقات تحملها وتقدر تحصل على خدمة الابل تي في بلس. هنا لازم اوضح، اذا انت اشتريت جوال من الجوالات الجديدة او ماك بوك او اي جهاز عام 2019، باذن الله في فرصة جدا كبيرة انك تحصل على اشتراك لمدة سنة للابل تي في بلس، هذه الخدمة اللي كونك اشتريت احد الاجهزة فتحتاج فقط تفعلها. لو ما لقيت هذا الشيء صار معك، اتواصل على طول مع شركة ابل، هم بيساندوك بحيث انهم يجيبوا لك الاشتراك الخاص فيك بشكل مجاني، لو اثبت طبعا انك انت شريت هذه الاجهزة في هذه السنة. وانتقل لاخر خبر، وحيكون في العلوم والثقب الاسود، والعلماء
يكتشفوا ثقب أسود جديد من خلال تقنية تشبه تقنية تخمين الموقع اللي تعتمد على خوارزميات وأيضا تعتمد على قاعدة بيانات مجنونة ضخمة موجودة لنفس الفضاء. الثقب الأسود عرف بأنه يلتهم النجوم والكواكب والأشياء هذه كلها. طبعا يا جماعة عارف دائما لما أجيب سيرة الثقب الأسود في بعض المشاهدين أنه بين المؤكد وبين النافي، وأكيد هذا من حقوقكم، ولكن أيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. دائما قاعدين نشوف في تطورات علمية تمكننا من معرفة أشياء كنا نجهلها أو كنا نعرفها بفكر ثاني أو زاوية ثانية. فخلينا ننتظر ونشوف هذا الثقب الأسود والثقب الجديد الثاني الأسود وش اللي شيء اللي وراه وش المنتهى منه. إن شاء الله يا رب العالمين نعرف أنه سعينا للعلوم ما حيخلينا إلا نعرف أشياء جديدة ونعرف عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نهاية الحلقة وكل حلقة أتمنى دائما تكونوا بخير وصحة وعافية، وعندكم الرابط اللي ذكرتها في بداية الحلقة. أيضا في تيك توك، غريبة أن أتكلم على تيك توك صح؟ ولكن في تيك توك رسميا في عندي نفس المحتوى اللي موجود على تيك توك. هذا المحتوى مختلف عن باقي المحتوى بحكم العادة والطبع وحكم طبع المنصة نفسها، فحطيت لكم رابط أو لا حطيت لكم حسابي في تيك توك نفس يوتيوب تويتر آسف. شايفين كثر الحسابات تستوي. المهم نهاية الحلقة كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.